احنا دلوقتي بنعمل مهلبيه قمر الدين برضو عايز حضرتك التركيه الاخيره المهلبيه ده قمر الدين دوبناه في ميه بسكر هاي. انت دور سعادتك هتديني القوام بتاع المهلبيه بالنشا والمضرب، ايه رايك يعني اعمل ايه؟ احط كل ده نشا كل ده ولا عشان انت ما تروح البيت المدام هتقول لك عايز اكل مهلبيه من ايدك. الله ده نشا اهوت و قمر. انت كده خليتني ما اروحش البيت. طب قلب يعني وعلى نار هاديه انا كده اهرب منها بقى عشان لو شافتني دلوقتي هتقول لي اعمل لي اعمل لي مهلبيه. فانا النهارده ما اروحش البيت مش كله بس ده نقلب بقى نقف شويه كده لو شفت انا قلت لك انا هبهدل الدنيا. لا ماشي امسك المضرب قول لي يا باشا بتعمل ازاي عشان انا ما افهمش. مدير مهلبيه قمر الدين من ايد النجم المتالق كريم رمزي. شايفني مخدود ازاي؟ العب اللي هو انا مش عارف بعمل ايه والله. لا ماسك المضرب ماسكه معلم. ايوه كده ماسكه معلم. ايوه تمام حلو. انا حاسس انت عشان السوشيال ميديا تمسكها كنت اقول لك ايه انت يا كريم خليك في الكوره. لا او خليك في الطبخ وحطك على المسرح. حلو قلب قلب جامد يا غالي جامد كده. امسك المضرب كده اهو حبيبي اهو اعتبر ان ده المضرب. بص المضرب اهو بص الماسكه دي كده ايه ده كده كده صح كده بقى ايوه يا لعيب وعشان تبقى شيف بقى على الشاشه اهو بص هو ده العب دلعك انا ده لسه كمان هيديد يا خبر ابيض ايوه كده عشان الناس هتقول لك برضو ايوه مش لابس ليه هيسيبوا كل حاجه بقى حلوه اتكلمتي فيها اقول لك ينفع يطلع مش لابس جلافز على لا وهكذا والله حقهم نقلب كده بالمناسبه وانا بلبس الحركات اتفضل يعني ايه النفس في الاكل هو ده يعني انت جيت على الحته الحساسه هل دي كليشيهيه ولا في فعلا اللي بتوجع لي قلبي نفس يعني حبك للمطبخ حب شغلك نفس في الاكل نفس في شغلك نفس في عملك نفس في رؤيتك للكاميرا وانت قاعد نفس وانت قاعد بتبص للشاشه وانت بتكلم المشاهدين الحب يعني ده تعبير مجازي اللي هو حبك للاكل زي الوالده كده يعني برضو بتخش المطبخ هي حابه تعمل لكريم الاكل الحلو يعني عليها نفس في الاكل شوف هو شفت عليها طعم في هو ده نفس يعني الحب والطعم الشغف بتاع المطبخ نقلب تاني ايوه اقلب تاني انا يلا عشان ناخد القوام من ايد بحضرتك هو ده نمسك الايد دي كده نمسك دي كده انت خايف من النار ليه ده انت ولعت إيه ده؟ المطبخ امسك دي كده امسك دي وقلب ماشي تاني يا كريم بص صح انت قلت لي اعمل كده ماشي انا اسف صح كده امسك كده ماشي هو ده هو ده بس خلاص كده انت كشيف انا خطير يا جماعه هو ده انا خطير يا جماعه انا خطير ايش مع القمر الدين لا احنا نكمل طبخ بقى انا ده طلع اسهل من الكوره رمضان في مصر حاجه تانية يا عم كريم انت سافرت كتير هل رمضان بره غير اللي احنا بنشوفه في مصر وجمال مصر وريف مصر وسعيد مصر بص مش تحيز لبلدنا يعني تمام انت شفت الفطار اللي عاملينه في المطريه والمبابه وشبرا والمنوفيه على فكره إيه كله بيعمل بس المطريه عامله اكبر وليبه في العالم وعرفوا يصوروها وعرفوا يماركتوها ويعلموا الناس ويعلموا العالم كرم المصريين صح بس اقول لك حاجه في شهر رمضان في مصر تحديدا شهر رمضان يعني بعيد عن قدسيه الشهر واهميته الدينيه بس هو شهر بيجمع فعلا كل الاحباب اجمل شهر تلاقي الناس كلها سبحان الله في شهر واحد تلاقي الناس كلها في الشارع ماشيه مبسوطه تلاقي الناس كلها في بيوت بعض تلاقي الناس كلها يا عم والله العظيم لو ما معهمش لو كيس فول جايبينه مفيش بقى ملهاش علاقه تلاقي في طعم وفي بركه وفي لمه وتعالى افطر يا فلان سمعت عن واحد ما افطرش سمعت عن واحد ما سحرش لا لا الحمد لا لله لا رب لا العالمين عشان كده عشان كده هتلاقي رمضان في مصر هو فعلا حاجه تانية هو مختلف تماما عن اي مكان في الدنيا كل الناس بتحتفل برمضان بطريقتها وكل الناس بتنبسط بس احنا فعلا الناس كلها خد بالك بقى خد بقى دي نقطه مهمه جدا احنا بنتكلم على الشعب المصري بالكامل مسلمين واقباط وكل الناس بتبقى مبسوطه بشهر رمضان عايشه شهر رمضان عايشه اجواء شهر رمضان والحاله الحلوه اللي في شهر رمضان فعشان كده الناس بتستنى شهر رمضان من السنه للسنه وكمان المفاجاه بقى ان الكل بيعزم في رمضان او بيتعزم يعني اللي ما اتعزمش تلاقي نفسه اتعزم بالظبط كده نحط شويه مكسرات ايه رايك هو انا كده تمام ولا ايه انا شفت دي ده فول لا, لا 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 انت جامد جدا ايوه يعني اللي انت عملته دوت حركه لعيب كبير حركه لعيب هداف ده لوز على فول سوداني مجروش بتاع ام علي ابيض على الجمال لما يدوب ويطرى مع قمر الدين الاثنين هيختلطوا مع بعض بمناسبه ام علي بما انك راجل شيف كبير يعني حبيبي ايه رايك في موضوع الحلويات اللي بيحصل فيها تجويد كتير قوي يعني انا مع التجويد
مع الحلويات مع فكره انك تجدد تغيير. ليه مش كل يوم هناكل كنافه بالسكر او بالمكسرات او بالقشطه؟ ايه المشكله مره بناكلها بالمانجا، مره ناكلها بالتمر، صح، مره ناكلها بالفراوله، صح، ونغير والتغيير بس، صح. هي اساسها كنافه، بسبوسه وهكذا، المدلعه، ايوه الحاجات دي بقى، ايوه يعني. بالظبط كده. انا بقى مشكله ان انا احب الاصل، طبعا انا احب الكنافه الاصليه، الاصل بتبني عليه بعض التغييرات، احب القطايف الاصليه. ده ما يمنعش برضو ان لو في اي حاجات قدامنا بناكلها يعني، عشان برضو ما حدش يقول لك انت بتمثل. بمناسبه جاب النوتيلا، جاب اللوتس، سحرت امبارح فين؟ اتسحرت امبارح مع بعض اصدقائي يعني، في مكان شغل. كنت انت معزوم؟ لا لا خالص، كنا في مكان شغل وبعد ما خلصنا قعدنا نتسحر مع بعض. يعني اغلبيه رمضان بنسحر بره، بس لا يعني اغلبيه رمضان بنفطر او نسحر في بيوت صحابنا بقى يعني، بنسهر كده ونقعد مع بعض ونتسحر ونفطر في الاخر. حال بس احنا خلصنا قمر الدين، صح؟ يبقى حضرتك هتغرفه هنا وانت واقف على، متاكد؟ ايوه، انت واقف في الملعب بتاعك هنا. طب ما تراجع نفسك اهو. لا هو جاهز والله، خلاص. طيب اوكي، انت هتقول لي هغرفه ازاي؟ حضرتك اللي هتغرفه، وهتحط عليه شويه مكسرات. ماشي، بس ايه رايك هنحط ده هنا كده؟ حط، ماشي، عشان عندي عدس بصاره عايز اعمله. ده خطير. ايوه تعالى يا برنس، يلا جاي، هو ده. يلا انا جيت اهو، اتفضل. ماشي، انا هغرف بايه بقى؟ هجيب لك انا دلوقتي حاجه زي كده، ولازم امسك كده، صح؟ ايوه، لا براحتك، خد انت في المطبخ بقى. انا عايز امثل. أيوة. يا امثل. أيوة. انا بعرف اطبخ. اوكي، الله عليك. استنى هعلمك حاجه برضه، ارجوك. ايوه، المدام هتفرح بيا قوي. ما تفرح كده، الشوربه. ايوه، يعمل الحركه دي. ايوه صح، عشان ما تبصش الكوبايه. بس عشان ما تبصش الكوبايه، انا خدتها كده. الله عليك، وهي مكانها احنا اللي نروح لها. اهي نفس القصه، اهي شفت الحركه دي؟ يا سلام عليك، يا سلام. اهي بص هنا، ماشي خلاص، انا كده فهمت. بس يلا، ماشي حبيبي. النجم والمتالق كريم رمزي بيتدلع وبيهاشتك قمر الدين. حلو، بمناسبه الهاشتكه. أيوة. بيغرفوا طبعا مع المكسرات. خلينا نشوف مع... ما حطتليش الفوزد وليه يا غالي؟ انا اسف، لا انا عايزك تجربنش القمر الدين على ذوقك. ماشي، استنى عشان احنا كده رايحين في سكه حلوه. بص، عايزك تدلعه. ماشي، كده احنا خلصنا شغلنا زي الفل. ايه رايك في المطبخ بتاعنا يا عم كريم؟ جميل. انا بقول لك ايه، انا عايز الحلقه دي تقعد 3 4 ساعات. قول لي بقى، بالنسبه لكريم، بما انك انت الاكل عندك هيلثي ورياضي وما بتحبش، مش قوي يعني، عشان ما اقدرش يعني، ما بكونش يعني بحريص. انت يعني بحاول على قد ما اقدر اظبط اكلي، بس ستيل برضو باكل اكل اكل وحش يعني، اكل مش هيلثي اقصد يعني. يعني الظروف اللي بتحكم عليك تكون مش في البيت او بره. بالظبط، على قد ما بقدر بحاول اكل اكل هيلثي. انا عايز بايدك الحلوه دي. ايوه، وبصماتك تحط ورقه النعناع دي في المكان اللي انت حابه على الكاسه دي. الله عليك، شفت التاتش ده؟ انت عايز تختبرني؟ لا انا مش بختبرك والله، انا يعني عارف جواك شكل جمالي، ماشي، جواك فن وذوق، ماشي، فعايز اطلعه في الكاسه اللي احنا بنغرفها. ماشي، استنى انا بعمل ايه؟ استنى بحطها على المكسرات زي. ايوه، بص بقى الحلاوه، العب. بص بقى على جنب دي، ما حدش يعرفها كتير. طبعا. لا شوف، انا عايز بس اشوف التفاصيل. وهو بيحط ورقه النعناع على الكاسه، على الكاسه قمر الدين. هو ده، هات بقى الشيف خبير في العالم عشان يحطها بالشكل اللي انت حاطه. خد بقى الحته اللي جايه، هو ده. بص بقى الحته دي كمان، شوف الحته. بص يا جامد، الله عليك، الله عليك. خد بالك، انا في الطبخ بيجيب جول. هو ده، في الطبخ يجي لي لوحدي بقى. دي افكار وحدي، دي حد بتيجي لوحدها. ايوه، خليك تغرف الكبده كمان، خلي بالك. ماشي، ايوه، جاهز الكبده. طب ايه رايك لو حطينا واحده في النص كمان هنا؟ العب زي ما انت حابب، تبقى تنوع حتى يعني للاشكال. الله انا عايز صوره مع مع عمر الدين. اكبر انجازاتي في كره القدم المصريه والعالميه اهو، اخد صوره مع عمر الدين. مفيش في مره كده لما سافرت مع اللعيبه. بص الصوره دي، بص الصوره مع القمر الدين، شكلها حلو ازاي. طب دي تصور معايا مع القمر الدين. استاذ شفيق مدلعك برضه، هو ده.